يا إخوة خلونا نوصل رسالة. وشيخ نفعل القانون اللي ما فعلناه، وإحنا عندنا مشكلة سيادة قانون وتفعيل قوانين. وخلونا نوصل رسالة إيجابية. اليوم نأكد على أهمية هذا الديوان عالميا، وخلتي أسماء. ومن الآن أنا أقول لكم يا جماعة، عنوان نجاح، عنوان نجاح هالديوان الأسماء اللي راح تنحط في مجلس إدارته، في هيئته الإدارية. والله انحطت ناس ما لهم شغل بحقوق الإنسان، لا طبنا ولا قد الشر، انيابوا أسماء مو معروفة. عندنا أسماء ما شاء الله مرتبة، عندنا الدكتور غانم النجار، عندنا الأخت مهل البرجس، عندنا الأستاذ يوسف الصقر، عندنا ناس محمد الحمي، عندنا أسماء من أعضاء جمعيات حقوق الإنسان والمهتمين. إذا يابوا أسماء ما لها دور ولا فاهمة في حقوق الإنسان، رسالة أخرى. سوينا ديكور آخر مثل ديكور هيئة مكافحة الفساد، وكل يوم نشتكي من الفساد بسبب ضعف الهيئة وضعف دورها وضعف أدائها. الأمر الآخر، ولذلك اليوم إما أن يسحب حتى نسمع رأي الحكومة اللي مراضية تقوله وخاموش، أو أن إحنا نرفض هذه التعديلات ويلا يا حكومة شوفونا جديتكم، وهذا الميدان يا حميدان وفعلوا القانون. الأمر الآخر، لا يمكن للجنة الأولويات يا أخ أحمد تأخذ اختصاصات اللجنة التشريعية أو أي لجنة أخرى، ولا يمكن، وهذا خطأ ومخالف للائحة، أني واحد من مسؤولي الحكومة يقول في لجنة الأولويات رأي في أحد القوانين، غير مقبول إطلاقاً هذا الأمر، وهذا تجاوز.